سيبك نبيل، نحبوه نبيل، نموتوا على نبيل. يا نبيل انا شفت السبيطار ها مريوزه نرقد فيه نرقد فيه يا نبيل. الضب، الضب من الاسم العلمي يوروماستكس، ويسمى أيضا السحلية شوكية الذيل. بعض أسلوب الشوك معرفش شنو رايكم في اللي صاير في البلاد، أما أنا ما عاد فاهم حتى الضب. الكل ولا تفهم في السياسة؟ ها شكون انتخب؟ تراوري صبعك ترا أهو يا خويا. ايجا نحكيو في السياسة والعياذ بالله. يا اخي مازال فما شكون يصدق انسان ما بين فيستو كرافاتو مونجيلتو وصباتو تنجم تطيح ما بين 12000 13000 دينار شوية صرف معاه، ويجي يبدا يقول انا ولد الشعب من الشعب للشعب واللي نعمل فيه هذا الكل من اجل الشعب؟ ماهيش لوجيك. احنا رانا كبشر عنا حاجة نتميزوا بها على بقية الحيوانات، اللي هي عنا راس فيه مخ، والمخ هذا حاجة سمحة ياسر. المخ يخليك تشد جيتار تلعب على الجيتار، هاي هاي تستمتع بالجيتار. اما اللي اهم من هكا، المخ النجم نستعملوه باش نوليو ذكيين نخمو بيه. حاليا اذكى قرد شمبانزي هو قرد اوفي، ماهوش قرد عمو اي مو خاطر ديما الانفة عندها كيفاش. قرده اسمها سوزن كيف عملوا لها اختبار الذكاء اي كيو تيست، تيست كوي بور لي فرانكوفون. جو في بيان شامبانيا شوكولا بانان كرواسون اوملات على فرماج لا تور ايفيل دي لي شامبانيا. وكيف عديت التيست نتاع الاي كيو جبت سكور 106. مانيش قاعدين نخمو ما بين 80 و 85، معناها سوزن اذكى منا. احنا معناها ميم با شمبانزي، ما جيناش شمبانزي، احنا كالبابوان عرفتوا كاللي عنده واحده حمراء ترما. اي ومادامنا مانيش نخدمو في مخاخنا باش نخمو، هاو الريزولتا. شنو اسمه الحزب الجاي تحضر؟ بعد ال اللي شيماته اصبر اللي يعمل ربي مبروك وليد. اللي يعمل ربي مبروك هذا اسم الحزب. ما شوفني غير ما تشوفها. جاي من سلينا البصر ما تعرفهاش يا مننح. امريكا عندها زوز احزاب، جمهوري ولا ديمقراطي. اما تونس تطير بامريكا، نطيروا بهم الامريكان. مش نغسير على الامريكان. اجي شوف قداش من حزبي. الله 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 الله، أكثر من 200 حزب عندنا. حزب تونس الخضراء، حزب الاشتراكي اليساري، حزب العمل الوطني الديمقراطي، حركة البعث، حركة شباب تونس الأحرار، حزب الكرامة من أجل العدالة والتنمية. مو سمي روحك عاد حزبك اللي كي تجي تدور على اليمين تلقاها بجنب مدق الحلفة وين بياع اللبلب اللي بيعمل فقرة في اسمه. حزب الطليعة العربي الديمقراطي، حزب قوار الرابع عشر من جام في 2011 معناه ثلاثة غير درجين ما حررش. حال وقتها حال صيف. آفاق تونس، أمل تونس، سندس تونس، طيار الغد، شباب تونس الغد، الأصالة، الأمان. هم الكل أحزاب راوة، حزب عهود واستراتيجيات التنمية. الإنقاذ ما غير حتى اسم حزب. الإنقاذ، الإنقاذ أي بس لو سوفتاج. تونس للجميع، حزب التغيير، تونس بيتنا. جبهة 17 ديسمبر للتنمية، حزب الربيع العربي لتحقيق السيادة الاقتصادية. حركة مشروع تونس، يعني بالنسبة لي هذي تونس مازالت ما بديتش. والله يا عنا مشروع مش نعمله تونس ميسيديا. مش فما هذا الكل يا معلم، ويه برشا راكم يا ولدي. يا اخي وكالة من غير بواب هي هكيك، اجيب دوسي لم شوية اصوات متاع الشعب، لم فيهم بالكاسكروتات وشقالتين مقرونة، وبعد يجي يدز في كرشو يمد دوسي يا كي اواش يا سيدي تفضل. اه شو شكون سيادتك؟ حزب الديك في خدمة الشعب، كله من اجل الشعب. الضب مهزلة معناها هك يا اخي، ارض فلاحة هي ما. هو كي تجي تشوف هي أرض فلاحة، عنا أكثر من 4000 سنة، والحضارات اللي تعداوا على تونس الكل معاملين على الفلاحة. كي تجي تشوف توانسة الكل عندهم ثلاثة حاجات مشتركة ما بيناتهم الكل،
الكلنا في رايكية عليك هيك في النكت ديما تلقانا الويل نحبوا الفلوس بزيد اما زيادة ما نحبوش نتعبوا على خاطر الفلوس في الدنيا الكل ما تلقاهم ثلاثة ذوما كان عند الفلاح ايواش بو مريفق هاوين تحت الكرمة ركرك في التاي مش عمل ذوما تلقاهم عند الفلاح بينا احنا عنا اكسبير كونتابلي جيستيون دي لا مانتنونس دونتربريز دي سيستيم نيرفو انتر جالاكتيك ومازالوا عنا عباد في جيشيات ياخذوا من عندك فاتورة يطبعولك فيها ويرجعوها حبهم يخلصوا على حكاية كيما هكا خموا شوي تونس راهي باش تولي طرقة لازم نبدلوا شوية العقلية والعقلية ما تنجمش تتبدل إلا ما تخمم شوية think motherfucker you have a fucking brain use it خمم هدين الضب